تعزيزا للروابط التضامنية خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث نظم إفطار جماعي للطلبة الدوليين بجامعة الجلفة. كي جينا هنا نعتبر أرواحنا في بلادنا، ما حسينا بحتى فرق الناس، معاملتهم طيبة، القيام بالكثير من النشاطات من أجلهم والاهتمام بهم وتوفير لهم مختلف الوسائط في العطل وفي غيرها. L'Algérie c'est notre deuxième pays, on s'est déjà habitué à tout ça. L'Algérie c'est un pays où tu peux rencontrer presque toutes les nationalités. Donc ce qui nous a permis même à connaître même les autres nationalités. Je peux dire que l'Algérie c'est un beau pays, on nous a bien accueillis, les gens sont gentils et le Ramadan ça se passe bien, alhamdoulilah. هؤلاء الطلبة بمختلف جنسياتهم شاركوا الحضور بأطباق تقليدية في أجواء أخوية أنستهم بعدهم عن عائلاتهم والتي باتت سنة حميدة لدى الجزائريين. والجزائر تحتضن الكثير من طاقات شابة طلابية الإفريقية التي أكرمنا ربي سبحانه وتعالى أن تكون موجودة معنا هنا لتدرس في الجزائر، ومن يكونوا حاضرين معنا على مأدبة الإفطار التي يشارك فيها الطلبة الجامعيين والمجتمع المدني ومختلف الفواعل في هذه الولاية، فكانت فرصة لتمتين العلاقات يعني تمتين الروابط الأخوية التي تربطنا كقارة إفريقية بإذن الله تعالى وقوته. فبمثل هكذا مبادرات إنسانية تعكس روح التضامن والتعاطف بإحساس مشترك ومتبادل بين الطلبة الأجانب والجزائريين تبرز قيم التآزر والمحبة في هذا الشهر الفضيل.